السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. النهاردة هنكلم حضراتكم عن أسباب توقف السمان عن البيض. يعاني بعض مربيين السمان من انقطاع البيض لطيور السمان، وطبعا الشكاوى كثيرة جدا في الآونة الأخيرة عن مسببات انقطاع بيض السمان، وهنتكلم عن أسباب توقف السمان عن البيض. في طبعا عدة أسباب مختلفة وقد تتسبب في توقف طائر السمان عن البيض، وتنقسم هذه الأسباب إلى عدة أمور مختلفة. لماذا السمان يقطع البيض؟ السمان بيقطع البيض نتيجة عوامل مختلفة تتمثل في التالي: يقطع السمان البيض لأسباب مرضية، وقد تكون أسباب طبيعية، والحاجة الثالثة أسباب نفسية. فما هي الأسباب المرضية اللي بتجعل السمان بتوقف عن البيض؟ طبعا الجميع بيعلم أن طائر السمان من أقوى الطيور ذات مناعة قوية، وقد تصيب بعض طيور السمان بالعديد من الفيروسات، ورغم هذا تتحمل العدوى وتمارس حياتها، ولكن يكون تأثير هذه العدوى في بعض الأحيان على إنتاج البيض، وقد تتوقف طيور السمان عن البيض بسبب بعض أنواع هذه الفيروسات. إصابة السمان بالديدان المعوية قد يجعل السمان يتوقف عن البيض. لو أصيب طائر السمان بالديدان فسوف تتغذى هذه الديدان على الغذاء في المعدة بصورة مستمرة، مما يمنع جسم الطائر من الاستفادة بهذه الأغذية. سوف يحدث إجهاد للطائر وضعف وهزلان، ويفقد العديد من الفيتامينات اللازمة لمواصلة وضع البيض. نقص بعض الفيتامينات زي الكالسيوم قد يتسبب هذا في توقف السمان عن البيض، فعنصر الكالسيوم هام جدا لطيور السمان أثناء فترة وضع البيض، فتكوين البيض في حد ذاته بيحتاج إلى الكالسيوم بصورة دائمة. ارتفاع نسبة البروتين في العلف وزيادة الدهون في جسم طيور السمان قد يتسبب ذلك في انقطاع البيض، لذلك يراعى تقديم العلف المناسب بنسبة بروتين منخفضة وطاقة مرتفعة لتفادي تكوين الدهون على المبيض بالنسبة للإناث. ما هي الأسباب الطبيعية التي قد تؤثر على السمان في وضع البيض؟ هناك بعض الأسباب الطبيعية قد تؤثر على توقف السمان عن البيض لفترات زمنية طويلة قد تصل من شهر إلى شهرين، مثل فترة تغيير الريش لطيور السمان. فطائر السمان مثل باقي الطيور يمر بعملية تغيير وتجديد الريش. في هذه الفترة كل الفيتامينات والمعادن التي كانت تساعد السمان على تكوين البيض يحتاج إليها الجسم خلال هذه الفترة، فيتوقف الجسم عن تكوين البيض حتى يتم تغيير جميع الريش المراد تجديده. يجب خلال فترة القلش لطيور السمان أو تغيير الريش أن يتم وضع الفيتامينات المساعدة والكالسيوم حتى يتسنى لطائر السمان عدم الإطالة في فترة القلش وتجديد الريش، ثم العودة لوضع البيض مرة أخرى. طيب إيه هي الأسباب النفسية اللي تجعل السمان يتوقف عن البيض؟ طيور السمان من الطيور الحساسة جدا، وقد تتأثر طيور السمان بعوامل نفسية خلال فترة وضع البيض تجعلها تتوقف فترة زمنية، مثل نقل طيور السمان البياض من مكان إلى مكان قد يتسبب في توقف البيض مؤقتا، ولكن تكون مدة أقصاها أسبوع. القلق والخوف والتوتر من الإنسان أو بعض الحيوانات المفترسة عندما يراها السمان، فقد يساعد هذا على توقف السمان عن البيض. ده كان موضوعنا النهاردة، تكلمنا مع حضراتكم عن أسباب توقف السمان عن البيض. نتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في قناة فعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.